هذه أم كتوصي بنتها، كتقول ليها يا بنيتي كوني مرا سكاتة، راه الغريب يكثروا سؤالاته. الباهية قوليها والخايبة خبيها، العظمة تعشي بيها والهبرة لضيفك خليها، كلمة العيب في البحر رميها، وكلمة الحق إياك لا تدسيها، وإلا شفتي حاجة عايبة سريها، وكلمة السر في البير لوحيها. البومة راه بقات تنق على الشاه حتى خرباتو، والكلمة العوجة ارميها وردميها، والحاجة العفنة في بلاصتها خليها، وإن شاء الله ربي يهنيني ويهنيكم ويهني كل وليا. السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم قصة من نوع فريد، ويا اختي ديما الجديد مع قنوات سمع حكايتي. اليوم معنا واحد القصة اللي الصراحة اللي تأثر فيكم بزاف في البداية ديالها، ولكن النهاية ديالها كانت منها لأي وحدة. لا حول ولا قوة إلا بالله والله العظيم، إلا بعد المرات إلا أنا كنعرف نعبر كيمشي لي التعبير. عافاك أختي، الله يجازيك بخير. جيم وكومنتير وبارطاجيو كاملين، راه ما خاسرين والو. بقاو معايا حتى النهايه باش ما نحرق لكمش التفاصيل ديال الحكايه. السلام عليكم، سميتي عائشه، العمر ديالي 38 سنه. اليوم جيت نعاود لكم قصتي ونخوي عليكم قلبي، وبغيت منكم تدعيو معايا وتنصحوني شنو نقدر ندير. الله يجازيكم بالخير. في البدايه بغيت نقربكم مني، وكيف ما داروا كاع البنات اللي سبقوني وحكاو القصص ديالهم في قناه سمع حكايتي، انا خوتي كبرت وعشت وسط عائله بسيطه جدا. انا يتيمه الاب، كبرت وعشت غير مع الام ديالي وخوتي جوج كبر مني. اما الوالد الله يرحمه ويوسع عليه مات وانا مازال صغيره، وكان يلا عندي شي 4 سنوات. ما عمرني ما عقلت على الاب ديالي ولا حسيت بالحنان ديالو، ديما كنت كنحس بالنقص والحرمان من جهه الاب. دوزت الطفوله ديالي مع خوتي على قد الحال، الحمد لله ما عدناش وما خصناش كيف ما كيقولوا. الام ديالي مسكينه كانت خدامه في واحد المصنع، اما انا وخوتي كانت مقبلانا جداتي ومعتنيه بينا، حيت مي مسكينه هزت هم الدنيا غير بوحديتها وكانت مازال صغيره، ترملت علينا وهي مازال في عز شبابها. دارت المجهود ديالها معنا حتى كبراتنا، انا كيفي كيف قراناتي، دخلت حتى انا للمدرسه، وكنت كنحماق على شي حاجه سميتها القرايه. كنت باغيه نوصل لشي حاجه اللي كبيره في المستقبل. دائما كنت كنقول لجداتي يا جده انا باغا نكون طبيبه ونعالجك، كانت كتقول لي ايوا غير زيري راسك بنيتي وقراي ان شاء الله تولي طبيبه، حتى شي حاجه ما بعيده عند الله. اما امي كانت كتبقى تضحك عليا وكتقول لي بنتي ما تحلمي حتى تطفي عليك الضو. كان كيبقى فيا الحال، كنقول لها علاش يا ماما، كتقول لي هكذا. هي كانت كتبقى غير كتضحك وكتقول لي ايوا انا اللي عارفه يا بنيتي الدنيا شنو كتسوى، راه بنتي حتى شي حاجه ما سهله والدنيا راها صعيبه بزاف باش تعيشي فيها. انا كنت كنقول ليها ايوا دابا تشوفين يا ماما كيفاش غادي نولي في المستقبل، كانت كتقول لي دابا شوف كاشني ولا شنو غادي ديري كاع. صافي انا بقيت كنقرا مزيره راسي باش نحقق الاهداف ديالي. بقينا العام على عام، انا بديت كنكبر وكتكبر معايا المعاناه ديالي. تصوروا ما كنت كنلقى حتى باش نشري السيلو بيك هو الاخر. امي مع الوقت كتروح ليها المصاريف وحصلت فينا، وما كانتش كتلقى باش تصرف علينا. انا كنت كنطلب على البنات ستيلو باش نكتب، وما كنت كنبغي نطلب الام ديالي درهم ولا جوج غير باش ما تخاصمش معايا. بقيت هكذا كنطيح وكنوض. من بعد ما وصلت للسن ديال 16 سنه غادي نلقى مشكل مع خوتي بجوج اللي كانوا كيتعاملوا معايا خايب بزاف، كانوا واعرين فيا. هضره جوج يطلعوا معايا بطرشه، ما انا كنت كنبغي اللباس ونقاد وما كانش كيعجبهم الحال. في الاول كانوا هازين معايا الضد، ولكن اللي كبرت وبانت فيا حس الانوثه بغاو يتحكموا فيا، وكيبقاو على امي شوفي هاد بنتك والله لا جابتها في العش، بنتك خفيفه، بنتك صانعه، بنتك تاركه، بنتك بنتك بنتك. وانا يا خواتاتي كنت غير كنسلف مع صحباتي ما نلبس، والله العظيم ما عمرني شريت شي حاجه جديده، كتكسيني امي غير من الحوايج ديال البال. واخا هكداك كنت حمد الله وشكره، ولكن هما كانوا حاطين عليا وكيبغيو يخشوني فيهم في كل حاجه كتهمني. الام ديالي ملي شافتهم هكذا قررت تخرجني من المدرسه، وقالت لي صافي يا بنتي انت ما غاديش تقري، جلسي في الدار. انا ما بغيتش، قلت لها لا امي انا ما بغيتش نخرج من قرايتي،
انا ماشي على قبلهم هما نخرج من المدرسه ديالي ونضيع المستقبل ديالي، وزيد ما بقى لي والو. هاد العام عندي الباك. بدات كتخاصم عليا وقالت لي واش انتي ما كتسمعيش هضره واحده راه قلتها لك، من اليوم ما كاينه لا قرايه ولا باك ولا جوج. بقيت كنزعف ونخطي ونسب، قلت ليها انا ما غاداش نخرج من المدرسه ديالي اللي هادي السنوات وانا كنقرا ومزيره راسي، وفي الاخر باغيين تخرجوني وتضيعوني في قرايتي باش وليداتك العزاز يبقاو على خاطرهم. جداتي بدات كتقول لي سكتي يا بنتي ونعلي الشيطان، واش انتي باغيه تعندي مع خوتك؟ قلت ليها راهم رجال. قلت ليها انت يا جده غير خليكي بعيده وما تدخليش بيني وبينهم. انا عاد كنخاصم ويجي خويا الكبير دخل علينا لقاني على داك الحال شاخده، قال لي مال امك صوتك مرفوع حتى السما. قلت لي بعد مني وما تهضرش معايا لا انت ولا داك خوك الاخر، نتوما مشيتو حرشتو امي عليا حتى بغات تخرجني من المدرسه. هو قال لي ايه ومن بعد شنو كاين؟ قلت لي والله ما نخرج من المدرسه ديالي. بقى كيزعف عليا وقال لي والله فيها ما انت قاريه ومن اليوم غادي تجلسي في الدار. وتزيدت انا وياه في الهضره، كان هو هضره وانا عشره، وفي الاخر شدني بواحد سيدي مولاتي صنطه يا خوتي، عطفها على جوج ورطبني بيها، رطب لي جنابي مليح حتى ولا ظهري رطب من كرشي، وانا كنغوت اعلى ما في صوتي وكنطلب فيه باش ما يضربنيش. هو كيقول لي باش مره اخرى تعلمي تردي الهضره على اللي كبر منك، وبقى عليا بالسبان والضرب، ريشني وسقلني. كانت عندي واحد السنسله في عنقي جبدني منها وقطعها ليا وما طلق مني حتى خلاني كنشق لدرجه ما قدرتش نطلع النفس ديالي. اللي عصبني البنات هي الام ديالي اللي ما كلهاش خطرها عليا، ولا قالت لي هذيك اختك طلق منها نهائيا، ما حاولت حتى تفكني منه، واخا شافته غلب عليا ما قالت لي والو، غير جداتي مسكينه اللي كانت كتفرق عليا وكتقول لي طلق من اختك غادي تقتلها. تقريبا مسكينه كلات معايا نص ديال العصا، كانت ضربه فيا ونص فيها حيت ما بغاتش عليا وبغات كتفك، بقات كتفكني منه. اما امي كانت كتخليهم يغلبوا عليا، وملي كنهضر معاها كنقول ليها امي شدي ليا ولادك، كتقول لي هذوك خوتك كبر منك انت اللي خاصك تحترميهم. انا ما نقدر نقول ليهم والو، ما نقدرش نقول ليهم ما تضربوهاش، وزيدهم على صواب ومن حقهم يحكموك ويضربوك. وكتقول لي حتى انا ملي كنت في عمرك خوتك اخوتي كانوا معايا خايبين، وكنت كناكل من عندهم العصا مضوبل على اللي كتاكليه انتيا، وكتبقى تزعف عليا وكتقول لي انت اللي قبيحه ما كتحترميش اللي كبير عليك. ايوا شنو غادي نقول لكم، اختكم كلات العصا في جنابها، وفي الاخر ملي قالت لي صافي هما قالوا لك خرجي من المدرسه، هي خرجي من المدرسه وهنيني وهني راسك، اشنو بغيتي ديري بشي قرايه كاع؟ ياك انت تعلمتي تكتبي وتقراي صافي سالينا، جلسي بحالك في الدار، ومن هنيت نعلمك الشغل ديال الدار اللي غادي يفيدك في حياتك حتى يجيك شي شومار ونزوجك ونتهنى منك ومن النقير ديالك، راك انت وخوتك حمقتوني. ايوا انا مني كندافع على راسي وكنقول ليها انا راه ما درت لكم والو، كتحمي عليا السوق وتحمي عليا ماما، وكتبقى تعتي فيا وكتقول لي الاب ديالك الله يرحمه كتقول لي كتقول له سير فلان راني ما نسمح ليكش، انت متي ومشيتي بحالك ورتحيتي في قبرك وانا خليتيني حاصله في ولادك، وكتبقى كتبكي وكتندب. اما انا ما كنلقى ما نقول، كنسمح فيها وكندخل لبيتي ونكمل البكا ديالي، كنبكي الليل مع النهار حيت امي ديما كدير ليا هاد الخدمه، وكانت حاقره عليا وجايه مع ولادها، وكانت كتقول لي انت بنت شحال ما بقى غادي تمشي لدارك عند راجلك، وانا شكون غادي يهزني من غير ولادي؟ هما اللي غادي يقلعوا عليا العيا وغادي نلقاهم في جنبي. واحد النهار نات ما خلاتش ليا غير على قبل السروال ديال خويا ما صبنتوش، قالت لي دابا جبدي الشتاء والفراكه وفرك لخوك السراول ديالو. وديك الساعه كنمشى الحال كان شي 12 ديال الليل، قلت لها امي خلي حتى الغدا دابا راه مشى الحال. قالت لي ماشي شغلي كون صبنتيه الصباح ما غاديش تخليهم موسخ، خوك راه ما عنده ما يلبس، نوضي تحركي فركيه وصبني عاد سيري تنعسي، ولا ملي غادي يجي نحرشو عليك يرطب ليك جنابك راكي هوستي وكتقلبي على العصا. ايوا اختكم مشات صبنات في هذاك الليل، طلعتو للسطح نشرتو ونزلت دخلت البيت ديالي، بقيت كنبكي شاق بكي شاق حتى ما بقى لي في غبن، حسيت بالحقره بزاف، وبقيت كنقول يا ريت تكون بقى معايا الاب ديالي قدرت تغير الاقدار ديالي وما نكونش بحال هكذا مقهوره ومديومه. شكون قهرني؟ قهرني امي الحبيبه وقهرني زماني، بركه عليا غير تظلمت من قبل خوتي ورزوني في قرايتي. الحقره يا خوتي والله حتى الحقره، واش عباد الله انا ما حيلتي للحقره ديال خوتي، ما حيلتي للام ديالي اللي جايه في صفهم واقفه ضدي، ما حيلتي لجدتي اللي النهار وما طلو هي كتمضغ في الهضره، ويا ويلك تردي عليها شي كلمه
هذاك النهار تسرولك بلا سروال. صافي حطيت ليهم الراس وبقيت داك الدار نجفف ونسيق ونطيب، وملي نكمل الشغل كندخل لبيتي نجلس بوحدي، وما كنتش كنبغي نتجمع مع جداتي حيت كانت كتنقر عليا بزاف. المهم اختكم بقات على هاد الحال، لا خروج لا دروج لا صحابات. كنت محبه للحياه، كنت كنبغي نخرج وندخل، وهما لا ما كاين غير بلع وطرق وسد. عرفت علاش داك الحكم الزايد؟ هما ما خلاونيش نعيش حياتي كيف ما بغيتها انا، طلعوني انسانه خوافه وجبانه وكنخاف من ضلي، طلعت بلا شخصيه. الحصول بقينا هكذاك، انا كنت صابره وكنرد الخطر ديالي، ديما السبان والخطا والمعيول والزعف فيا، ولكن ما كنتش كنقدر نعلي الراس حيت الا بقيت حتى هضرت امي كتكدني وكتقول لي خوتك كبر منك انت اللي خاصك تحترميهم، وما كانش عندي شي حل من غير الصبر حيت صعيب الحال يكون عندك في الدار خوتك صعب وما متفاهمينش معاك، راه والله حتى يخليو عيشتك جحيم في جحيم. والمشكل حتى امي كانت متصراهم عليا بحكم هما منين كبروا رجعوا كيخدموا هازين معاها الدار، الاغلبيه هما اللي رجعوا كيصرفوا على الدار، ايوا داكشي علاش كانوا داصرين عليا. مهم بقيت في المعاناه ديالي واحد المده، حتى لواحد النهار خويا الكبير قرر يتزوج. بالفعل وقفت امي على الزواج ديالو، ما هو الكبير فينا لا كلمه فوق الكلمه ديالو. ايوا مشات امي معاه خطبت ليه البنت اللي اختارها هو واللي بغاها هو. الصراحه البنت كانت كتبان زوينه وظريفه وباقا صغيره وما فيها ما يتعب، وكانوا قالوا لينا باللي البنت بدرعها ونقيه وكتخدم كلشي. الصراحه عجبني الحال بزاف وقلت الحمد لله على الاقل مرت خويا منين غادي تجي عندنا للدار غادي تعاونني عليهم شويه، وعلى الاقل غادي تهز عليا راجلها ويطلق مني انايا وما يبقاش حاط عليا بزاف. الحاصل حنا خطبنا ليه وانتم ماما لي الخير درنا ليه واحد العرس اللي كان كبير وزوين وكلشي عاون فيه، خوالي عمامي وقفوا معاه وزوجوه وجابوا ليه الزوجه ديالو حتى للدار، وانا اكثر وحده فيهم كانت فرحانه منين تزوج خويا حيت قلت مع راسي الحمد لله على الاقل غادي تكون معايا شي وحده في الدار اللي تحس بيا وتكون الونيسه ديالي ونحط عليها راسي ونشكي ونبكي عليها ونلقاها في جنبي. ولكن اخوتي مع كامل الاسف اللي غادي يخرج منها نساني فم اخوتي كامل، بحكم هي منين دخلت الدار وهي دايراني بحال شي خدامه عندها. تصوروا كنت كنشقى عليها وعلى راجلها، ومن نهار دخلت لدارنا وهي كتحرش عليا خويا مع كانت عارفهم شادين معايا الضد. ايوا ما نقولش ليكم دازت عليا معاها بالمزيان، وكانت هي امي حاطين الراس على بعضياتهم حيت امي كانت خايفه من خويا يهز مراتو يفرق علينا. ايوا انا بقيت كنعاني معاهم الكحله، الشغل ديال الدار كان كلشي مني، انا اللي نصبن وانا اللي نعجن وانا اللي نوض نخدم كلشي، اما لالتي مولاتي ديال مرت خويا كتنوض بحال شي ضيفه وما كتخدم معايا والو، ولا وجع قلبها وبغات تخدم زعما شي حاجه كتقول لي ايوا اري نشطب ليك ولا انا نغسل ليك الماعن ديال الفطور. صافي السيده بقى بلا غير المرايه والعكر واللباس، ومن العشيه للعشيه كدير يديها في درجلها وكتمشي الدور وكتسرى مع راساتها. ايوا انا كنبقى نوجد ليهم في الكاسكروت وخاصهم يديروا الكوطي غير بالبغرير ولا ندير ليهم البطوط والمسمن، المهم ديما خاصني نكون منوعة الطابله. الا بقى حتى رجع خويا وما لقاش الماكله موجوده كيبقى يلتق عليا في يديه قدام مراته. والله يا خوتي الا كان حقرني وكيطيح ليا الهضره قدامهم وما عمرو حس فيا ولا قال حشومه عليا، هذه راه اختي ويتيمه ما نزيدش نحقرها. وزيد هو نهائيا واش يفكر فيا شنو خاصني ولا اشنو باغيه، هو كان كيعطي لمراتو الفلوس في يديها كتمشي كتشري اللي بغات، اما الجلالب كل 3 شهور كتخيط وحده، وبلا ما نقول لكم ملي كيكون شي عيد ولا شي مناسبه هي كتكسى وانا غير كنشوف بعويناتي، وكنت كنردها غير للدمعه. وحتى الا بغاو كاع يتفبروا عليا هي كانت كتشري بيجامه ديال 4000 ريال وانا كيخسروا عليا وحده ديال 600 ريال كنلبسها غير داك الصباح ديال العيد، ومنين كنصبنها كتكشف كتولي حالتها حاله. واخا هكذا كنت صابره وكنرد غير لخاطري حيت ما عنديش على من نشكي وما كاينش اللي يحس بيا، حتى من مامتي كانت كتفضل عليا خوتي ومرات خويا، والوقت اللي نجي نشكي عليها كتقول لي صبري هذيك راه مرت خوك كبر منك احترميها وحطي راسك للارض مالك مفرعين علينا. انا كنبقى غير كنشوف فيها حيت اصلا ما عنديش ما نقول وما كنلقى ما نقول، طلعت ضعيفه الشخصيه خوافه كنت كنخاف منهم بزاف وما كنقدرش ندافع على حقي ولا نهضر على راسي. المهم بقيت صابره عليهم حتى النهار اللي ماتت فيه جداتي مسكينه الله يرحمها ويوسع عليها، كانت مريضه وقدر الله عليها ومشات عند الله سبحانه وتعالى. الصراحه وخاكك بقات فيا بزاف وبكيت عليها بزاف
الحصول في الوفاة ديال جداتي كانت شافتني واحد المرأة وبغات تزوجني لولدها، ايوا خلات حتى دوزنا 40 ديال جداتي وجات عندنا للدار، هضرت مع امي على حسابي وكانت قالت ليها راني شفت بنتك وعجباتني، وراني سولت عليها وقالوا لي بلي هي ظريفه وحنينه وحدوديه وبدرعه وحويدكه مع راساتها. امي قالت ليها وهي عندك الصح، بنتي ظريفه والدرع والعقل. قالت ليها ايوا انا بغيتكم تزوجوها لي لولدي. امي فرحت بها وقالت ليها النهار الكبير هو هذا ومرحبا بكم. انا داك الساعه كنت في الكوزينه، عيطت ليا امي، خرجت عندها جلست معاهم قالت لي بنتي، قلت لها نعم، قالت لي هذه خالتك فلانه وراها جات تخطبك لولدها. حشمت وحطيت راسي للارض. اما مرات خويا غير سمعت حس الخطابه والزواج خرجت من بيتها وبدات كتسول شكون هذه اللي غادي تزوج. دقات امي قالت ليها لوسك فلانه راه جاوها الخطاب. قالت ليها مزيان مبروك. جلست كتهضر معها ولكن ما نقول لكم باش كيفاش ولا وجهها ملي عرفت جاوني الخطاب. كنت كنحس بها غادي تكلاطا، انا ما نكذبش عليكم كنت فرحانه، بالخصوص ملي قالت ليها الا قبلتوا علينا وبغيتوا تناسبوا معنا السيمانه الجايه نجيو عندكم باش نخطبوها من عند خوتها. امي قالت ليها ودي مرحبا بكم ونهار كبير هذا. ايوا هي جلست معنا شويه نهار تمشات بحالها، غير جا خويا من الخدمه قالت ليه امي راه اختك اللي كاينه اللي كاين، قال ليها الا كان لاباس عليه تمشي تزوج به والا كان شي مزلوط ما عندنا ما نديرو به. امي قالت ليها ولدي الراجل راه كيعيب عقله ماشي جيبو، وإلا كان ولد الناس خليها تمشي تمر على راسها، واش باغيها تبقى بايره علينا هنايا؟ نطقو قال ليها ايوا منين هكذا الله يسخر ليها. ايوا هنا يا البنات ما نكذبش عليكم، منين عرفت خويا موافق يزوجني زدت فرحت بزاف وقلت الحمد لله ربي غادي يسهل عليا بولد الناس وغادي ينقذني من هم خوتي ومن هاد الحقره انا اللي راني عايشه فيها. المهم كنت فرحانه فرحه اللي ما كتصورش، وكنساين غير امتى يجي يخطبوني رسميا. فعلا دوك الناس جاو وكانوا جابوا معاهم الخير والخمير. انا ملي شفت العريس زدت فرحت اكثر من الاول، حيت الراجل طلع باقي صغير وزوين، اش منك يا طوله واش منك يا بياض، الراجل ما فضلته قدامكم. وخافيت ليه مزوج ومطلق، قلت ماشي مشكل. المهم عيط لي اخويا دخلت لعندهم سلمت عليهم، شافني شفتو بقيت كنتكلم انا وياه شويه. داك النهار تفاهمنا على التفاصيل ديال العرس وعلى العقد على كل شيء حيت هو كان مزروب وما عندوش الوقت بزاف. المهم كل شيء داز هو هذاك، كل شيء داز مزروب الشنطن. من بعد هو كان جاب لي تليفون جديد برقم ديالو وكان دار لي فيه الروشاج باش نبقى انا وياه على تواصل. فعلا بقيت كنهضر انا وياه دائما، هو كان كيتعامل معايا مزيان وكيسول فيا وكيقول لي بلي انا عجبته وكذا وهادي، وكان دائما كيقول لي انا غادي ندير لك عرس اللي زوين بزاف. كنت فرحانه اكثر من القياس وكنت كنساين غير امتى نتزوج انا وياه ونمشي معاه. واخا الصراحه في داك الوقت ديال الخطوبه ديال مرات خويا عفوا، واخا في ديك الوقيته ديال الخطوبه ديالي مرات خويا كانت شاده معايا ضد اكثر من القياس، وبحال ما عجبهاش الحال انني نتزوج وما كنتش انا كنديها فيها نهائيا. وكنت كنقول مع راسي هي بالعاني كدير لي هكا وحيت ما باغانيش نتزوج، بغاني نبقى ترسى عليها انا ونشقى عليها، حيت اخوتي انا كلشي كان مني، هي كانت مقابله غير الزوق والنفاق. ومنين كيجي راجلها كدير راسها كانت خدامه وهي اللي طيبات وقدات الماكله، انا كنت كنبقى غير كنشوف فيها وكنقول يا ربي يا ربي لما سهل عليا بولد الحلال اللي يسرني. المهم بقيت مخطوبه لهاد السيد شي 20 يوم. من بعد حنا جمعنا ريوسنا عقدنا درنا الحلال، من بعد بقينا كنوجدوا العرس ديالنا وكلشي درناه على الحال. العرس درناه كان بسيط بزاف، الصراحه ما كانش كيهمني العرس اللي غادي ندير اكثر ما كان كيهمني نمشي للدار ديالي ونعيش مع راجلي ونتهنى من الدل والتكرفيس اللي كنت فيه. ايوا يا خوتي درت عريسي ومشيت مع راجلي، هو كانت عنده دار بوحدو فيها ثلاثه ديال الطبقات بحكم هو لاباس عليه وعنده حتى واحد المحل تجاري ديال المواد الغذائيه. المهم السيد ميسور ولاباس عليه، هو واخا عنده الدار ما كاينش ما كيكونش فيها، قال لي حقا حنا غادي نسكنوا معمرين دارنا. انا ما كانش عندي مشكل، غير دوزنا داك الشهر ديال الباكور هزني ومشينا للدار ديال والديه. ايوا هنا فين غادي تبدا المعاناه ديال بصح. والله يا خوتي هاد الناس اللي دوزوا عليا ما عمرني عشتو في الحياه ديالي كامله، هما كلهم كانوا قباحين معايا والتعامل ديالهم معايا كله خايب. عندي لوسي مطلقه كانت كتجفف بيا الارض، عندي شيخي كيطيح ليا الهضره اكثر مني، اما عقولتي كان فما خانز بحال الطواليط حاشاكم وعجاجها يعمي،
وبلاش نقول لكم على الرويجال، حتى داز العرس عاد اكتشف بلي هو غير واحد السكيري وبونسيوات، وكان عطي غير السكرة والبيران. في النهار كيكون ناعس، وفي الليل كيمشي يسهر ويسكر، وما كيرجع حتى النص ديال الليل. ملي كنهضر معاك كنقول ليه علاش كتعطل، كينوض ليا يا خواتاتي بواحد اللسان ويقول ليا علاش كتسولي فيا، وكتنوض ليا عاوتاني عقوسي، وكينوضوا ليا كاملين تقريبا، كينوضوا ليا بواحد اللسان وكيقولوا ليا علاش كتهضري معاه وعلاش كتبغي تتحكمي فيه، واصلا انت ماشي شغل كيتعطل باللعيبات برا كاع، انت اخر وحده تتحكمي فيه. ايوا الناس كانت كتقلب عليا الفيسطه، وما نقدرش نقول ليه فين كنتي ولا منين جيتي، وحتى هو ما كانش كيبغي لي نخليني نبحث فيه ولا نقول ليه علاش تعطلتي ولا فين كنتي. انا كان خاصني حتى هاد المره نحط راسي ونصبر، وداكشي اللي درت. بقيت هازه هم الراجل وهم خوتو، كانوا عنده جوج ديال خوتو صغار منه، كيتعاملوا معايا واحد المعامله ديال التجفاف. انا ما عنديش الحق نتكلم ولا نقول شي حاجه. صافي هي هذيك، بقيت هكذاك صابره، ما حيلتي للراجل اللي همو بوحدو، ما حيلتي للاهل ديالو اللي كانوا كيتعاملوا معايا خايب بزاف. ملي كنتشكى لراجلي كيخصم عليا وكيقول لي شنو بغيتيني ندير لك، الا قدرتي تصبري مرحبا، الا ما قدرتيش تصبري هالباب عرض من كتافك. كيبقى يخصم عليا وكيقول لي هذاك حساب لك، انا شي نهار غادي نجي معاك ونخلي الاهل ديالي ولا تسينين نفضلك عليهم، وكيبقى عليا بواحد اللسان اللي خايب. انا ما كنتش باغيه يفضلني عليهم ولا يبغيني اكثر منهم، انا بغيت غير اللي يحن فيا، بغيت غير اللي يحس بيا. ولكن مع الاسف اللي ما عندوش الزهر مع الاهل ديالو مع خوتو كاع ما يساينش يلقاه في الناس، وقليل الزهر واخا يتخشى في المرشه غادي يخرج بلا زهر. المهم اختكم بقات صابره عليه، لا راحه كيف الناس لا هنا لا سعاده، وحتى من الاولاد ما جابهم لياش الله. ملي كنت كنقول ليه بغيت نمشي للطبيب ندير شي فحص ونشوف علاش ما حملتش، كيبقى يضحك عليا وكيقول لي واش منيت كنتي باغا تولدي، كيقول لي ربي راسك بعدا عطي راسك القيمه عاد نوضي ولدي، وكيبقى يتهزأ بيا، ما بغاش يخليني نمشي نقلب على ولادي ولا ندير شي حاجه. الوقت اللي نجبد عليه الاولاد كيشعل معايا كطريام، وكيقول لي اش من ولاد اللي راكي باغي، وكيندمني على النهار اللي هضرت فيه معاه. المهم كنت كنحس براسي ما عنديش معاه قيمه لا في الدار ولا خارج الدار، وحتى ملي كنخرج معاه كيتعامل معايا خايب واخا قدام الناس ما عندوش فيا غرض، وزيد هو كاع ما محترمني وما محترمش العشره اللي كان معاشرها معايا. كنت كتجيني اخبار حتى للدار باللي كيخوني بدم بارد، وشحال من مره تكلم مع البنات قدامي، ومنين كنقول ليه شنو كدير فلان واش ماشي حشومه عليك، كيقول لي على حشومه عليا علاش، واش شتيني كنمدي يدي على رزق خوتك، واش انا سرقت الشعب، وزيد هادي راه حياتي وانت ماشي شغلك فيا. وكيبقى يقارني بدوك البنات وكيقول لي انت اخر وحده تحل فمها، كيقول لي شوفي غير حالتك كيفاش دايره، بحال شي معي ويابسه ويابسه على سمك والحسد اللي فيك. انا ملي كنقول ليها سيدي ومنين هكذا علاش جيتي تزوجتي بيا، كون خديتي لك شي وحده وافيه وزوينه علاش جيتي عندي انا اللي لاويه. كان كيضحك عليا وكيقول لي واش عند بالك قلالوا عليا العيالات، راني غير بغيت ندير الخاطر للام ديالي، حيت قالوا لي عليك حادكه وكطيري مع الطيور وكتخدمي الشغل مزيان، راه بغات تجيبك تشقي عليهم ومنها يزوجوني ومنها تهزي عليهم الشقه ديال الدار. ايوا ما نكذبش عليكم يا البنات، هذاك النهار انا شحال بكيت وحسيت به بالحقره، كنت كنقول علاش يا سيدي ربي علاش انا ما عنديش الزهر. كنت كنشوف مرات خويا كيفاش كيتعاملوا معاها وكيفاش خويا كيتعامل معاها وكيبغيها، هما كيديروا الحاجه في الدار حتى كيتشاوروا معاها، اما المعامله ديال خويا معاها قدامنا كتبين هذاك الحب اللي بيناتهم ماشي بحالي. ما لقيت لا مع خوت ولا مع الراجل ولا مع ناسي ولا مع امي، ما كاين غير اللي يجي يمسح فيا رجلو، وحتى منين كنمشي نشكي ونبكي على امي كتقول لي صبري في دارك وهادو هما رجال، واش يعد بالك غادي يحزمك ويلا لي بيك، وكتبقى تعاود لي على ما دوز عليها الوالد. انا كنمشي نشكي عليها باش تخفف عليا وتزمي، وهي كتزيد لي هم على همي، في الاخر كتقول لي اللهم تصبري معاه يضربك في النهار ويراضيك بالليل، ولا ترجعي عند خوتك تعيشي معاهم ما عشتي زمان بالدوبل. ايوا يا خوتي ما لقيتهاش كيف ما بغيتها، كانوا مسدين عليا جميع البيبان وكانوا مسدودين عليا بيبان السما حتى هما، واخا كنطلب الله الصبح وعشيه كنصلي وكنرفع يدي للسما باش يجيب لي الله حقي، ولكن الدعاوي كانوا كيدوروا غير قدامي.
بقيت على داك الحال مده، عشت الدل بالانواع ديالو حتى من الضرب كليتو من عند العدوزه من قبل من الراجل، وبلا ما نقول لكم على الويساتي ولساني الرجال اللي ما كانوش تايقيني نهائيا نجلس معاهم في طابله واحده. المهم بقاو كيحفروا ليا حتى خرجوني من عندهم. واحد النهار شيخي كنت ناقش مع راجلي وجبدوني انا في الوسط، وقال له هز عليا الكلبه ديالك وخرج عليا برا سير لدارك. راجلي كان كاري هذيك الدار وما كانش كيعطي شيخي منها حتى السنتيم. ايوا هو قال له ماشي انت تكري ودير فلوس وجيبك وانا تتعرم عليا هنا انت ومراتك، وبقى كيخاصم عليه. وزيد خوتو حرشوا الاب ديالهم علينا. صافي راجلي هزني داني لدار خوتي حتى خرجوا دوك الكريم الدار، عاد مشيت انا لداري. ايوا انا قلت مع راسي واخيرا ارتحيت في راسي، على الاقل ما بقتش عندي تماره وما بقتش كنشقى بزاف. بقيت صابره مع الراجل، مره راحنا صحاب مره راح ناديان، تقريبا ديما كيكون قلب عليا. واخا هكذاك انا كنت كنبغي نجبدو عندي ونكسبو الصالح ديالي، ولكن هو ما كانش كيبغي يتجبد ليا، كان عيا ما نسمعه وكان عيا ما ندير ليه في الخاطر ولكن بدون جدوى. التعامل ديالو معايا كيف ما الاول وكثر عاد. السيد كيسكر وكيدخل يتقرع عليا في امي، لا معامله لا تعامل لا كلام زوين، وزيد هاني بالضرب. كان كيسكر ويجي عندي دقدقني عصا، وعلى اقل حاجه الا جا ولقاني غير مازال ما حطيت ليه العشاء فوق الطبله كيجي عندي ديريكت كيضربني، وإلا جا ولقى العشاء محطوطو بارد هذاك هو نهاري معاه. المهم كنت انا هي داك كلينيكس ديالو اللي كيمسح فيا يدو كيف ما بغى، وفي الاخر كيلوحني في لابوبيل بلا رحمه بلا شفقه. حتى من حقي الشرعي ما كانش عندي فيه حق، وحتى الا كان كيكون بحال شي بهيمه حاشاكم لا احساس لا مشاعر. والله العظيم الا الناس كانت كتنعس وانا كنبات ندعي الله يشوف من حالي ويفرج عليا. الحصول القصه ديالي والمعاناه ديالي مازال طويله، كون نعاود لكم بالتفاصيل ما غاديش يقدني جوز وجوج وربعة. القلب اخوتي عامر بزاف، واللي داز عليا ماشي ساهل نعاودو في 40 دقيقه ولا في 50 دقيقه. هادشي علاش غادي نختصر لكم. المهم من بعد ما مشات اشهر وجات وحده اخرى، حتى لواحد النهار نفيق على الغوات ونديب ولتي قدام باب داري، نط مخلوعه فيا كلشي كيرجف، هت مع الدرج بالزربه حيت كنت شاده الطبق الثاني والارضي كان خاوي. المهم موت كنضرب حيط بحيط، تخلعت مني حليت الباب وانا لقى دوسي وشيخ قدام الباب. قالوا لي يا فلان راه دار واحد حديث سير. انا غير قالوا لي حديث سير، قلت لهم الله اكبر وبقيت كندب. هما جاو على حساب شي ورق هزوهم من الدار، من بعد مشاو عندو الكلينيك. هنا غادي نتفاجئ بلي السيد دخل في غيبوبه وحالته معلقه ما بين الحياه والموت. ما نكذبش عليكم، واخا دوز عليا القطران بقى فيا ملي شفتو ديك الحاله، صراحه عز عليا بزاف حيت كانت الحاله ديالو جدا خطيره. المهم بقى خوكم في غيبوبه لمده ديال 3 ايام، من بعد ما فاق غادي نصدمو كاملين بحكم راجلي كان خاصو يدير عمليه ضروريه على مستوى العمود الفقري ديالو، وكانت ديك العمليه خطيره ويقدر من بعدها يرجع عاجز عن الحركه، وكان خاصو ضروري يديها يدير داك العمليه هذيك. فعلا دارها، ولكن مع كامل الاسف وقع الذي لم يكن في الحسبان. السيد ما بقاش قادر يتمشى على رجليه ورجع مقعد على كرسي متحرك، وهنا في تأزمت الحياه ديالو حتى حياتي انايا، انا اللي غادي نقاسي معاه المرار. المهم هو من بعد ما داك العمليه رجع مقعد وما تقبلش عطاء الله، كان كيضل يبكي وما بغاش يبقى مقعد على كرسي متحرك. انا درت المجهود ديالي معاه وكنت كنتعامل معاه مزيان ماشي بحال الاهل ديالو. منين شافوه ولا عاجز صافي كاملين قلبوا عليه وما بقاوش دينها فيه، حتى من التليفون قليل فين كانوا كيفكروه بالصونيط ولا شي ميساج. اما انا درت معاه اكثر من الجهد ديالي، وكنت كنتهلا فيه وكنتعامل معاه بحال شي صبي صغير، وكندير ليه ليكوش كندوش ليه كنوكلو، المهم داير عليه بحال شي بيبي صغيور. هو منين كان كيشوف المعامله ديالي مع ديالي معايا معاه بحال هكذاك، كنت كنبقى فيه وكيطلب مني السماح على ما دوز عليا. كنت كنقول لي راني مسامحاتك دنيا واخره، وانا ماشي بهذاك النوع اللي كيساين حتى دور عنده الصنطه باش ينتقم، لا بالعكس انا ما بغيتش نتخلص على داكشي اللي داز عليا، بغيت ناخذ حقي من عند الله ما بغيتش ناخذه بيديا. درت معاه الواجب اللي عليا حيت مني طاح الارض وشد الفراش ولا ملزوم عليا نعتني به ونكون زوجه مخلصه ومطيعه ليه. اما خوتو والاهل ديالو ما كانوش دينها فيه نهائيا. بقى
بقيت صابره مع هذا الرجل ودايره الواجب ديالي معاه. كل شيء كان مني انايا، كنت كنشقى في الدار ونجيب السخره من برا وما ثانيها به. بقينا على داك الحال، هو كل مره الحاله ديالو كتزيد اكثر من الاول. دائما رجعت كنديها للطبيب وما خليت به حتى طبيب، ما خليت ديتو الرباط، الفاس، مكناس، ما خليت. المهم فين ما ديتو دائما رحنا شادين الطرقان، ومعه هو كان مقعد كان كيعذبني بزاف، بالخصوص الا مشينا في الكار. وما نقولش لكم تمارة ديال الكلاب، ما غادي يحس بيا غير اللي مجرب المريض في الدار. وحتى ملي كنت كنتصل بخوه ولا بالاب ديالو باش يديه معايا للطبيب، كيبقاو يخلقوا ليا بزاف ديال الاعذار، حقا راه حنا مشغولين، اللوط عندنا ضايعه، ولا ديك وديك. هو ملي كيشوف التعامل ديالهم معاه كيبقى غير كيبكي، كيقول لي فلانه اسمحي ليا، غير انت اللي لقيتك في جنبي. وكيبقى يطلب الله يسمح لي على ما دوز عليا. هو من بعد غادي يعترف ليا بلي هو ما كانش كيولد، وكان عارف راسو ما كيولدش. انا من عرفتو ما كيولدش ما بقاش فيا الحال وما لمتوش، حيت كلشي ديال سيدي ربي الحبيب، وربي هو اللي كيعطي الولاد، ماشي هو ولا شي واحد اخر. قلت ليه ماشي مشكلي هذا الراجل، ربي راه كبير وكل حاجه فيها خيره، واللي جات من عند سيدي ربي الحبيب مرحبا بها. هو ملي كان كيسمع كلامي كنت كنزيد نكبر في عينه، ورجع كيتعامل معايا مزيان، وما كانش كيبغي يجلس دقيقه وحده بلا بيا، غير انا ندخل الكوزينه هو يبقى يعيط ليا باش نجلس معاه. الصراحه مؤخرا وليت عايشه معاه بخير وعلى خير. من بعد بدا كيتاقلم مع الوضعيه ديالو، رجعت الاعاقه ديالو حاجه عاديه، ولا كيخرج بالكرسي المتحرك ويدخل ويتحدث ويضحك بحال لا حتى شي حاجه ما وقع. انا كنت كنقول الحمد لله من تحسنت الاوضاع ديالو. المهم بقينا هكذاك تقريبا شي عامين. من بعد راجلي رجع شد الفراش، الزمو المرض والحاله ديالو كانت خايبه بزاف. الراجل ما بقى لا كياكل ولا كيشرب، وحتى من النعاس ما كانش كينعس الليل كامل، هو كيغوت مسكين بظهرو. لا الدواء ولا المسكينات كانوا كيهدنوا ليه داك الوجع ديالو، ما بقاو كيديروا ليه حتى شي حاجه. واخا كيشرب المسكينات كيبقى متوجع، ايوا مسكين بقى كيصارع الموت غير بوحدو. حتى واحد ما كان كيجي يطلع علينا ولا يشوف الحاله ديالنا. والله العظيم الا دوزت معاه العذاب الشديد الاليم، وما كنتش كنناس الليل مع النهار. ختكم دازت عليها بالمزيان. من بعد ايام راجلي تزاد عليه الحال وبقى كيصين الساعه ديالو. كل نهار كنت كنقول ما غاديش يزيد يعيش شي نهار واحد اخر، حيت انا اللي كنت كنشوف داك العذاب اللي كان فيه كان مهدد بزاف. ايوا ربي خفف عليه في الدنيا وتخلص على الجزاء ديالو، الله يجعلها ليه مغفره للذنوب. المهم اخوتي، واحد الليله مع جوج ديال الليل كنت فايقه مع داك النهار، كان مريض بزاف، ومنين صبح الحال وهو كيموت، لكن انا ما غفلتش عليه دقيقه، ما غفلتش عليه، وبقيت مقابله حتى دارت جوج ديال الليل. فواحد اللقطه بدا كيعيط ليا انا، زدت عنده قلت ليه شنو، قال لي شوف يا فلانه بغيت نطلب منك السماحه. قلت ليه الله يسمح لينا كاملين. بقى كيبكي وقال لي صافي انا ساعتي وصلات وانت غتبقاي مورايا وتشدي بلاصتي. قلت ليه ما تقولش بحال هكذا، الله يطول في عمرك، وكيف ما كان الحال راني مدرقه بيك. قال لي شوف يا بنت الناس، غادي نعترف لك بواحد الحاجه. قلت ليها شنو هي؟ قال لي راني يا بنت الناس عوضتك على خيرك. قال لي عوضتك على خيرك اللي درتيه معايا. قلت ليه كيفاش؟ قال لي رزقي كامل ارجع حلال عليك، ومن اليوم انت كتورثي كل شيء اللي عندي، خضر ويابس راه ديالك بوحدك. انا حساب لي غير كيهبرت، ولكن السيد كان كيهضر بصح. شد واحد النمره جبدها من الجيب ديالو، قال لي هاكي هادي النمره ديال المحامي، هو اللي عارف كل شيء. وبقى كيبكي وكيقول لي سمحي ليا سمحي ليا. قال لي هادشي حتى واحد ما عنده عليه الخبر. وبقى كيبكي كيقول لي ساعتي وصلت. صراحه تخلعت عليه وبقيت كنسكت فيه، عطيتو شرب الماء، شرب جغمه بقى كيشخر. صافي عرفتو كيموت، عيطت لدارهم حتى واحد ما بغى يجاوبني، صونت على خوتي كذلك حتى واحد ما جاوبني. السيد مات بين يديا، وانا اللي شهدت ليه وانا اللي قبلت، الله يرحمه ويوسع عليه. من بعد غطيتو وخرجت، ما نكذبش عليكم خافت منه بزاف، حيت كنت غير بوحدي. مشيت كنجري فيقت واحد جاري ولمتو بلي راجلي توفى. صافي الناس فاقت وتجمعت علينا، شي كيقرا القران شي كيوجد، المهم كلشي وقف معايا. اما دار شيخي ملي ساقوا الخبر وجاو القوامات حتى صبح الحال عاد عرفوه بلي مات، جاو كيتباكاو عليه وكيندبوها فلان فلان. الحصو السيد مشى عند الله، الله يرحمه ويوسع عليه. غير صبح الحال تغسل مشى فين غادي يمشيو كاملين، ما كانت الحراره داك النهار دفنوه قبل
تقريبا مع الظهر، ما بغاوش يخليوه حتى يعني العصر. صافي الناس كامله بكات عليه، كلشي بكا وسكتو من غيري انا. كنت كنقول شنو غادي يكون المصير ديالي من بعد الموت ديالو، واش غادي نرجع عند خوتي، واش غادي نبقى في داري، واش واش واش. المهم قلبي كان عامر بزاف. هي هذاك من بعد ما دوزنا 3 ايام جاو عندي خوت راجلي وبغاو يخرجوني من داري. في الاول انا نسيت بلي هو كتب ليا الدار وكلشي، كنت خايفانه منهم يلوحوني بلا رحمه بلا شفقه. فعلا كانوا باغيين يديروها معايا، ولكن ملي تفكرت المحامي والورقه اللي عطاني راجلي قبل ما يموت الله يرحمه، قلت لهم هادي داري وما عنديش فين غادي نخرج. قالوا لي دارك واش بناها لك باك ولا شنو؟ او ضيقتي جمعي شراوطك، هادي راه الدار ديال خونا وحنا اللي غادي نورثو فيه. قلت لهم خوكم كاتب ليا كلشي بسميتي، هما غير سمعوا الكتابه بغاو يجعلوا. قالوا لي قدر شانك تقولي كتب لك كلشي، شكون انت باش يكتب لك كلشي؟ المهم ناضت قرباله، انا حلفت ما غادي نخرج ليهم من الدار. من بعد هزيت راسي مشيت عند داك المحامي اللي قال لي عليه المرحوم، سولته على الوصيه شنو فيها. قال لي المرحوم راه داير لك كلشي في الاسم ديالك، ما عندك مناش تخافي. المهم عطاني النسخه على الاوراق والممتلكات وقال لي خليهم يطلعوا ينزلوا، واخا يضربوا في الماء حتى يطير، ما غادي يصوروا منك لا حق لا باطل. ايوا هما من بعد سيمانه بالحساب دعاوني عند وكيل الملك الله ياخذ فيهم الحق، ما خلونيش حتى نكمل العزو ديالو في خاطري. الناس كانت كتجي تهزيني فيه، وانا في المحاكم طالعه نازله وانا لابسه البيض. وهذا هو حال راس المحاين، ديما في الهم والغم ومن حاجه لحاجه. المهم اخوتي دعوني في المحكمه وبغاو يتهموني بالتزوير، بلي انا زورت كلشي ولا استغليت المرض ديالو باش كتب ليا كلشي. بقاو مطلعيني ومهبطيني في المخزن. في الاخر انا اللي ربحت القضيه وكان كلشي للصالح ديالي. صافي حكمت ليا المحكمه بلي داك رزق كامل حلال عليا. هي هذيك رجعت للدار لداري، بقيت ساقره فيها. من بعد شهرين هادو السي والشيخ جاو عندي للدار وقالوا ليا هذا حق ولدنا اللي مات وحنا اولى به، وبغاو يخرجوني بالسيف عليا. ني ما بغيتش، ناضوا طرطقوا ليا القفل ديال الطبق الارضي وجابوا الرحيل ديالهم وسكنوا ليا في الدار بلا ما ياخذوا الراي ديالي. ملي هضرت معاهم بقاو كيهددوا فيا وقالوا ليا لا ما حمدتيش الله غتخرجي من هنا بلا لا يطريه لك وبالسيف عليك. في الاول الصراحه خفت منهم وسكت، ولكن من بعد تنادم معايا الحال وطلبت منهم يخرجوا من داري، حيت ولادها ديما كيجيو سكراني للدار وكيبقاو يهرسوا عليا في البيبان. ما نكذبش عليكم بغيت نمشي ندعيهم ونجيب حقي منهم، ولكن خفت منهم وبالخصوص من خوت المرحوم، حيت هما خايبينو بزاف وقادرين يديروا ليا شي حاجه وينتقموا مني. ما عارفينني لا حنين ولا رحيم، حتى من خوتي وامي ما داوهاش فيا وخلاوني منهم مني ليهم. دابا هادي 5 شهور وهما على هاد الحال، ما عرفت شنو غادي نقدر ندير. خفت نزيدهم من البوليس ونصدق غرقت راسي، خايفه نسكت يطلعوا من فوقي، حيت هما رجعوا كيتحاسبوا معايا حتى على المحل اللي مخلي ليا راجلي ديال المواد الغذائيه. الصراحه خايفه يديوه ليا ويخليوني الله كريم، حيت انا منو كنسترزق الله وعايشه، وشنو غادي نقول لكم منو باش كنصرف على راسي. دابا انا خوتي بغيت نحدها ليهم ولكن خايفه منهم، بحكم انا زيرو شخصيه ضعيفه وخوافه بزاف، هادشي علاش هما غلبوني وداروني تحت صباطهم. والله يا خوتي ما عرفت ما نتبع، واش نتبع عقلي كيقول لي خليهم يديو اللي بغاو، حتى هما عندهم الحق يورثوا ولدهم، وعقل كنقول لا ما يمكنش انا راجلي داير ليا كلشي بسميتي بعشره، داكشي كامل من حقي انا. المهم راسي حبس عليا وما بقيتش قادره نفكر، وهادشي علاش جيت لهنايا قصتكم. اللي يعرف شي حاجه ولا عنده شي نصيحه ما يبخلش عليا، الله يجازيكم بالخير. وفي النهايه كنشكر الجميع وسمحوا لي الا طولت عليكم، وبسلام عليكم. وكيف ما سمعنا كاملين لا حول ولا قوه الا بالله، الصراحه انا تحسرت وبكيت صراحه في هذه القصه، وكنظن انكم كاملين غتاثروا بحالي. عائشه يا عائشه صراحه بكيتيني، بقيتي فيا قبيحه الحقره والله العظيم، الى قبيحه الحقره وبزاف. هاد السيده مسكينه ما لقاتها حتى مسيو شي واحد، ولكن ربي كبير. عائشه ما عمرك تقولي له علاش اسيدي ربي انا، علاش انا ما درتيليش اسيدي ربي؟ ربي سبحانه وتعالى عوضك على كل شيء، ربي ما كينسى حتى شي واحد من العباد ديالو. خاص الانسان غير يحتسب ويصبر لله، وربي سبحانه وتعالى كيعوض كيعوض خير. وخصك غير تكوني انسانه مؤمنه، كيقول لك من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب،
والحمد لله ان الزوج ديالك واخا صراحه عذبك في الاول، ولكن على الاقل على الاقل هو خد الجزاء ديالو قبل ما يموت كيف ما قلتي، وخلص داك الشيء اللي دار فيك بالدوبل وخلالك الاملاك ديالو. مادام انه عطى كل شيء بعشره فمن حقك، هو الورث الصراحه من حقه يورثوا خوته والديه حتى هما، ولكن مادام انه عطى كل شيء يعني بالرضا ديالو بكامل القوى العقليه فداك الشيء راه ولا ديالك، والحق يعلى ولا يعلى عليه. انا نصيحتي لك عائشه، خلي شخصيتك قويه، لا يغير الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. حاولي انك تغير الشخصيه ديالك، تقوي، ربي ما غاديش يفوتك، ربي كبير عليهم، ربي غادي ينصرك، فهمتي؟ لا نصرك الله فلا غالب لك، فقط سيري شدي داك الممتلكات اللي باينين وبحال الدار والحانوت وداكشي المحلات اللي عندك فيهم مواد غذائيه وداكشي، حاولي انك تبيعي بعد الدار هي الاولى. نصيحه مني، بيعي داك الدار ومن حقك تخرجيهم، راه من حقك تخرجي، ما عندك مناش تخافي، ما عندهم ما غادي يديروا، خرجيهم ودفعي بهم الشكايه، وباش يكون باش الا وقعت لك الله يسر شي حاجه راه هما المسؤولين، وان شاء الله ما غتوقع لك حتى شي حاجه. اول حاجه سيري بيعي داك الدار ديريها للبيع، وبيعي داك المحل اللي خيفانة انهم يمشيو يستغلوه ويخليوك، وسير اختي هزي قلوعك وسيري بعدي، راه ارض الله واسعه وعريضه، مادام ما شتيها ما لقيتيها لا من خوتك لا امك لا من عائلتك لا من عائله الراجل وعايشه بوحدك، فسير اختي بيعي داك الشي كامل، بيعي داك الرزيق وهزي راسك وغبري، ما يعرفوك فين مشيتي، واكيد ربي غادي يسهل عليك ولد الناس اللي يستحقك وتولدي مع الوليدات. انت تبقي عايشه معاهم في الرعب والخوف، راه والله العظيم ما غادي تحسي عفوا بطعم الحياه، غتبقي عايشه هكا خيفانه، ملي غادي يحسوا بالنقطه ديال الضعف ديالك اكيد غادي يستعملوها ضدك. فنصيحه ليلك اختي عائشه مني ليلك، انك تنوضي تبيعي الممتلكات كاملين خصوصا الدار والمحل، هادو بيعيهم وسير اختي بدلي الرحبه تلقي الرحمه. هادشي اللي نقدر نقول لك، وهادي النصيحه، النصيحه الاولى واللي هي اهم من الثانيه، انك تمشي الذكرى لي بيهم وتمشي تدفعي بيهم دعوه ديال انهم تهجموا لدارك، راه ما عندهمش حق يسكنوا فيها لان مكتوبه بسميتك وهادي كتبقى الدار ديالك، واخا راه من حقهم يورثوا في ولدهم، كان هاد ولدهم معاهم مزيان، كانوا مع ولدهم مزيانين وهادي، وهاد الناس كانوا دايرين معاه بخير وكانوا معاك مزيانين الى اخره، وظلمهم وكتب لك داكشي بسميتو، من نقول لك انا لا، وراه عندهم الحق وما كانش عليك، واخا هو دار داك الغلط انت لا ما خصكش ديريه، لا هما اصلا كانوا ناكرين وسامحين فيه حتى ما تعاد بغاو زعما يورثوا. فهادشي اللي نقدر نقول لك عزيزتي، ذكرى لي بهم، ديري بهم شكوى عند المخزن باش تكون بعدا المخزن في اخبارهم، وحاولي ديري المجهود ديالك مادام دابا عندك الحمد لله الفلوس وعندك علاش توقفي، وقفي على الرزيق ديالك، وكوني ماضيه، كوني مرا مجبده مقرصه، ديما خرجي عينك في بنادم، ما تخليش الحق ديالك يضيع، لان الحق يؤخذ ولا يعطى، ما تسناهمش يقولوا لك دارك بسلامة عليك، راه خصك انت تاخذي الدار ديالك بيدك وبحقك، جيبيه من عند المخزن. وهادشي اللي كاين حبيبتي، شكرا لك، شكرا على مشاركتك معنا القصه ديالك، وربي الحمد لله فرج عليك، الله يفرج علينا كاملين يا سيدي ربي، وتاقوا الظلم، راه الظلم قبيح العيالات ويا الرجال، راه ما تظلموش لان الظلم صعيب بزاف 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 بزاف، راه السنطه كدور والبزيم كما كيقولوا قاصح، انا كنقولها لكم. شكرا لك، شكرا للمستمعين والمستمعات الكريمات اللي كيصوروا على ان هذه القناه تبقى واقفه، اعطائهم النصائح لهاد الناس اللي كيجيو قاصديننا وقاصدين القناه ديالنا. الا مازال ما تابونيتوش في القنوات بثلاثة البنات، قناة حكايتي هذه الرسمية، والثانية وكذلك القناة الثالثة اللي هي مخصصينها الحكايات ديال المشاهير، تابوناو فيهم كاملين، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. القنوات تلقاهم موجودين في صندوق الوصف، فقط كليكيو على الرابط اللي غادي ياخذكم مباشره للقنوات، وديروا جيم كومونتير بارطاجيو، ولا ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد ديال الحكايات. واللي بغات واللي بغى يعاود لينا القصه ديالو، ما عليكم غير تتواصلوا معايا عبر الواتساب اللي الرقم موجود في بدايه كل فيديو، كذلك في صندوق الوصف، وكذلك اللي غادي نفتيه لكم دابا اللي هو 06 37 054 49.
إلى أن ألقاكم دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.